ازدادوا إيمانا مع إيمانهم. عبد الحارث العبري، مدير عام مساعد مركز التوجيه المهني والإرشاد الطلابي. والأهداف الاستراتيجية التعليمية ضمن رؤية عمان 2040. على مر هذه العصور الطويلة التي مرت على الناس البشر، رأينا العجب العجاب من بعض الناس، وأنا أقصد هنا الناس التي تملكها الطمع والجشع. لا تشتهي لنفسك من الأطعمة اللذيذة، طعامنا اليوم هو العدس. فكيف ستتعامل هذه المخاطر؟ حسنا يا سيدي، أتمنى أن تكون صادقا في كلامك. هيا يا أخوتي لنعطيها الخوف ليستعدم. يا هذا مرد، وكيف تحولت هذه الأكياد البشرية؟ وما سر هذه الخواتم؟ ولم يكن الاستهلال بهذه الصورة كما كتبه عباس حايد، ونأتي بالتدريج. أولاً عباس حايد تماسكاً دائماً نقول يا إخواني، الشجاعة ليست التصدي للكتابة نفسها، إنما الشجاعة هي في إعادة الكتابة، بل الشجاعة الأكبر هي في عملية الحذف والتخلص من الأشياء الزائدة في النص.